يعني رغم انخفاض درجات الحرارة والرطوبة الزايدة قبال المجلس بسبب الأمطار اللي صار لها 3 أيام من انقطعت، بس الطين والرطوبة بعدها عالية. اليوم خرجوا المتظاهرين بهذا المكان حتى يجددون مطالبهم، يجددون شعاراتهم اللي هي كلها بسيطة مثل ما يقولون، هي مجرد توفير الخدمات، توفير درجات وظيفية، محاسبة الفاسدين، إقالة الفاسدين. طيب احنا نريد الأمن، الأمان، شوارع تتبلط، تعيينات أصلا ماكو، ولا ما كان طلعنا على مشي، يريد يرجع اسم العراق مثل ما كان، اسم العراق صار بأنزل شيء، يعني احنا جامعات العراقية ما يعني أنصى شيء بدول العالم، بترتيب دول العالم، يعني ليه؟ يريدون نداوم، بس احنا شلون نداوم؟ أول شيء الشوارع طين، ثاني شيء يعني كل شيء ما موفر بالمدرسة، احنا نريد يوفر لا رحلات براسها خير، ولا صبورات، ولا من ناحية الحياة طين، كل شيء يعني ما موفر. احنا نريد ولا كتب، الكتب لازم نجلدها ثاني سنة على مود ندرس بهن. جاي النظار تقريبا صار لنا فوق 45 يوم مع تحتيم اعلامي ما عدا قناة لو قناتين. الشباب حاليا تنصب خيب من الاعتصام. احنا نطالب انه الحكومة تستقال كلها، مو بس احنا، مو بس عادل عبد المهدي استقال، كل الحكومة. 45 يوم يتظاهرون امام المجلس، بس عتبهم على بعض القنوات اللي مدى تنقل هذه التظاهرة باستثناء قناتين أو 3، وعلى رأس هذه القنوات هي قناة الفلوجة اللي ما تركت ساحة التظاهر من اليوم اللي انطلقت بيها، وأكدوا من جديد على استمرارهم بالتظاهر، ومن المحتمل أيضا أن يكون اعتصام ونصب للخيام في ديالة في حال لم تستجب الحكومة لهم وينفذون جميع المطالب اللي طالبوا بها. من محافظة ديالة، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.